السلام عليكم. ضابط برتبة رائد يعتقل عضو في حزب مهم بعد عملية ابتزاز. القصة تبدأ كالآتي: مجموعة أشخاص يرأسهم شخص عضو في حزب مهم. هذا الشخص عنده 4 بنات يستدرجن شباب بطريقة. يشوفن مثلا واحد بالفيسبوك بالانستغرام يكونن وياه علاقة، تعال ما ادري شنو، يصيرون اصدقاء، علاقة حب فيما بعد، تقول له ابا انا مثلا اهلي بايتين، اهلي طلعة واهلي راحوا في المكان، تستدرجه للبيت. 4 بنات هن 20 سنة، 27 سنة، و30 سنة، ووحدة 40. يشوفن شاب مراهق او واحد متمكن ماديا يدخلن عليه، يوعدن. طبعا هذا يجي للبيت، بعد ما يجي يدخل للبيت يتم استدراجه، يتنفتح الباب، يدخلون مجموعة أشخاص بعنوان أنه هذا، هي البنية تقوم تصيح أخويا هذا من شنو شلون، فيطبون يضربوه. ورا شوي يعني بعد ما يتعرض للضرب والضرب الشديد، راح يجي شخص كبير بالعمر يلبس دشداشة عركشين عدة لحية، يدعي أنه هو يعني خوش آدمي ومن المنطقة، يجي: ها عمي شكو صاير، ليش هذا صايح، هذا داخل على أختنا، اعتدى عليها. هذول يركبون براسه جريمتين، طبعا جريمة سطو إضافة إلى اعتداء على بنت. هذا الرجال يقول: عمي خطية هذا بعد شاب، ليش تخلوه يوصل، ليش ما خلينا نحلها احنا عشائريا، عمي خابر على شيخ عشيرتك او على ابوك. فالولد هذا لانه شاف المشهد حقيقي فيتصل على اهله، يقول لهم: يا بآني يعني ايش اسمه تعرضت لهذا الموقف. يجون ياخذوه اهله طبعا بضمان ومستمسكاته وكذا، واحنا ما راح نشتكي ونحلها بمشية وفصل. طبعا ورا مدة تجي المشية يطلع له ب10 ملايين دينار او اكثر، لانه سرقة زائدا اعتداء. ضابط من ضابط تحقيق بمركز مكافحة الكوفة طبعا تابع هذا الموضوع بأدق تفاصيله، الى ان توصل الى رأس الخيط، يعني رأس العصابة. جاب البنات، صارت الاعترافات الاولية. حاليا الضابط قاعد يتعرض الى ضغط شديد باعلى المستويات، القضاء قاعد يتعرض الى ضغط شديد جدا، لان هذا عضو مهم يعني بالحزب. فكل المطلوب اليوم من عندنا انه نوقف مع هذا الضابط ومع مدير مركز الكوفة اللي ايضا قاعد يتعرض للضغط الشديد. مدير مركز الكوفة طبعا مشكور المقدم ميثم على تمسكه بهاي، يعني بعدم تغيير اقوال الضابط، والضابط ايضا متمسك اللي هو رائد ستار اسمه، وهو ضابط تحقيق كفوء جدا ونزيه جدا الى ابعد المستويات وابعد الحدود. فمتمسكين بهذا الموضوع ويردون ينهوه باسرع وقت، لانه يعني شباب باعداد كبيره تعرضوا لهذا النوع من الابتزاز، واغلب الشباب يستحون يشتكون لانه او هم اصلا ما يدرون انه هم متعرضين لهذه العمليه، كذلك عوائلهم ما يدرون بانه هم متعرضين لهذه عمليه الابتزاز، يتوقعوها انه فعلا هي مشيه عشائريه وابنهم يعني وقع يعني ورط نفسه. فالمطلوب من وزير الداخليه انك تساند هذا الضابط وتساند مدير مركز الكوفه وتكرمهم ايضا وتشد على ايديهم حتى تصير جراه عندهم وعند غيرهم من باقي الضباط انه يتجرؤون ويجيبون هيك نوع من العصابات وما يتواطؤون مع احد مهما كانت صفته الوظيفيه او صفته السياسيه. شكرا لكم واسف على الاطاله.